الدكتور محمد عبد الله الدسوقي، استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، دكتوراه جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري. اهلا بكم. موضوع مهم قوي قوي قوي، موضوع من زي ما بيقولوا كده في عالم الطب بقى من اصحاب المقام الرفيع، وايضا ضيفي من اصحاب المقام الرفيع. الموضوع مقلق، انزلاق الغضروفي. الحقيقه تصرفاتنا والعالم كله فعلا بتعرض الظهر ده ممكن في لحظه يتعرض إلى زي ما بيقولوا مغامرة رهيبة، يتعرض إلى صدمة جبارة. إنك أنت تتهور وتشيل حاجة بشكل مفاجئ تقيلة، وساعات الواحد يتورط. صحيح ده بجد بقى، يتورط إزاي يعني؟ لا قدر الله لو أنت في مكان وحد معاك وأغمى عليه مثلا، فأنت مضطر تشيله. تعالوا بقى نرحب بضيفي العزيز اللي هيحكي لنا أكتر وأكتر. أنا حكيت لكم حاجات من المجتمع، لا هو هيحكي لنا حاجات من المستشفيات، من أوض العملية، من الاساليب العلاجيه. قد تكون مش عمليات خالص، مش شرط، رغم ان ضيفي جراح ممكن جدا الاسلوب ما يكونش جراح. ضيفي العزيز واحد من نجوم عالم جراحه المخ والاعصاب، من الاسماء القديره في هذا المجال، الاستاذ الدكتور محمد عبد الله الدسوقي، استشاري جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري، والدكتوراه جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري، الاسم القدير. اهلا بك يا دكتور محمد. اهلا بحضرتك يا دكتور، منورنا. الله يخليك، انا سعيد جدا. الله يخليك، ده انا سعيد جدا بهذه الزياره. والاول مره احكي حاجه يمكن ما قلتهاش قبل كده، انه بعض التصرفات التي تؤدي الى انزلاق غضروفي مفاجئ. ده حقيقي. الحقيقه موضوع التصرفات ده هوت، خلينا نقول كده ان بتوع اللي بيشيلوا اثقال دول، ما هم بيشيلوا اثقال كتير كبيره جدا وتقيله جدا، ومع ذلك ما بيجيلهمش اي انزلاقات غضروفيه. عشان بيتدربوا. بالظبط. مش بس كده، مش مهم احنا بنشيل قد ايه، قد ما المهم احنا بنشيل ازاي. وده اللي انا ناوي يعني أجيبه لحضرتك دلوقتي، إزاي نقدر نشيل؟ لأن في ناس كتيرة تقدر تقول لك والله العظيم أنا بشتغل كده يا دكتور، يعني أنا بيجي لي مثلا، أنا جالي مرة صياد قال لي والله يا دكتور أنا بشيل 100 كيلو، ومش هينفع ما أشيلش غير 100 كيلو، ده أكل عيش، هعمل إيه؟ ساعتها بقول له إزاي تقدر تشيل وما يجيلكش فعلا الانزلاق الغضروفي ده. ده هقوله لحضرتك إن شاء الله وإحنا بنتكلم، وهنعرف الناس ازاي فعلا يقدروا يشيلوا من غير ما يجيلهم موضوع الانزلاق الغضروفي ده باذن الله. هو كل الام في الظهر انزلاق غضروفي؟ لا خالص. انا عايز اقول لحضرتك الام الظهر ده هي بتمثل اكتر حاجه بتخلي الناس تحت سن 45 سنه عندهم اعاقه. بتمثل 15% من كل السيك ليف، الاجازات المرضيه اللي بياخدها البني ادمين. بتمثل تاني أكتر حاجة في العالم بتخلي الناس تروح العيادة أو تروح المستشفى. ومع ذلك بعد كل ده هو اللي عنده انزلاق غضروفي من كل الناس ده هي من 1-3% بس من الناس اللي أنا قلت لك عليها دي. يعني مش كل واحد عنده غضروف، مش كل واحد عنده ألم في ظهره عنده غضروف، بالعكس ده 1-3% بس. حضرتك لو احنا بصينا للصورة اللي احنا قدامنا دهيت، ده الغضروف العادي اللي هو النورمال ديسك، ده اللي ما فيهوش مشاكل. اللي تحتيه على طول ده الغضروف اللي بدأ يفقد الحيوية بتاعته. عشان أول ما يفقد الحيوية بتاعته ده يعمل وجع في الظهر بس. إنما عشان يعمل أوجاع تانية أو يبدأ يعمل انزلاق غضروفي أو يبدأ يعمل وجع في الرجلين، لازم نشوف بقى اللي هو الهرنيات الديسك اللي هو اللي تحت، أو البلجنج ديسك اللي هو اللي موجود ده. إنما طبعا مش كل الآلام بتاعة الظهر انزلاق غضروفي، في أسباب كتيرة جدا لآلام الظهر، وأغلبها مجرد إن أنا أستريح شوية بيروح الوجع خالص من غير أي علاج ولا أي حاجة خالص. الأعراض العام بشكل من إيه؟ كويس أوي. أعراض الانزلاق الغضروفي ده هو أول حاجة إن مفيش أي أعراض خالص، أسيمتوماتيك. ممكن جدا يعني. ممكن جدا يعني، ناس كتيرة تقول هو أنا ممكن يبقى عندي انزلاق غضروفي وما عنديش أي أعراض خالص؟ خالص. ولا دريان. ولا دريان. حتى غضروف صغير؟ لا، وغضروف كبير. وما يبقاش عندي أي أعراض من أي نوع خالص. أنا شخصيا خالي هو عميد في الجيش، من كتر ما هو طبعا دبابات وبيقف وبيعمل وبتاع، تبص للاشعه بتاعته الرنين بتاعه الفقرات العنقيه تقول مش ممكن يكون ده ما بيشتكيش، وهو ما بيشتكيش من اي حاجه خالص خالص، مجرد تنميل في ايديه كل فين وفين. فاول عرض من الاعراض ان ما يكونش المريض بيشتكي خالص خالص،
الأعراض التانية اللي ممكن تحصل طبعاً على حسب الغضروف موجود فيها. لو الغضروف موجود في الفقرات العنقية بيبدأ يأثر على الإيدين الاثنين، لو الغضروف موجود في الفقرات القطنية يبدأ يأثر على الرجلين الاثنين. إنما في الغالب معظم الناس عارفة الأعراض بتاع الغضروف. أنا اللي هممني قوي إن أنا أقول لحضرتك إيه الحاجات اللي تخلينا نقلق عندنا، يعني لو جالنا إيه أعراض نبدأ نقلق. بيسموها الريد فلاجز أو العلم الأحمر اللي هو يخلينا كده في مشكلة، ده احنا لازم ندور بقى. أول حاجة إن يحصل حاجة اسمها ريتينشن أوف يورين، احتباس بولي، ده كل الناس ما بتاخدش بالها منه. ولما بيحصل احتباس بولي في ناس كتيرة تقول لك إيه علاقة البول بالغضروف؟ الأعصاب اللي واصلة اللي طالعة من الفقرات هي اللي بتغذي المثانة ده. فممكن أول عرض يجي لي إن أنا يحصل لي احتباس بولي. الاحتباس البولي ده يعني البول يتحش خالص؟ لا، ده أنا ببدأ الأول أدخل الحمام يبدأ البول ينقط نقطة نقطة، أبقى أحس إن أنا ما دخلتش، أول ما أخرج أحس إن أنا أدخل تاني، خصوصا لو أنا شاب لسه ما بعانيش من البروستاتا أو الحاجات اللي زي كده. الريتينشن از أوفر في اللغة. ده حاجة بتخلينا نقلق جدا، اللي هو الريتينشن أوف يورين ده والاحتباس البول. الحاجة التانية يبدأ رجلية تضعف. طب وأنا هعرف إزاي إن رجلية ضعفت؟ في الأول ما باخدش بالي. ليه؟ بيبدأ المريض يقول لك والله وأنا ماشي الشبشب بيتخلع مني وأنا ماشي في الأول، أو وأنا ماشي بحس إن رجلي بتدب في الأرض. ده أول الأعراض بتاع إن بيبدأ إن يحصل ضعف في الرجلين. بيحس دايماً إنه لازم يدب عشان يدي لنفسه سبورت الرجل. بالظبط، إن هو يحس برجليه، ما هو بدأ يفقد الإحساس برجليه فيبدأ يدب. غير إن بيحصل له حاجة اسمها سقوط في القدم. سقوط في القدم يعني وش رجله ما بيرفعش لفوق، فدايماً ما بيعرفش يرفعه لفوق، فيفضل يمشي يدب كده واحدة واحدة. طبعاً أول ما تبدأ الأعراض دي لازم نروح لدكتور أو لازم حد يشوفنا، ولازم يكون متخصص في جراحة العمود الفقري. بيمشي ماشي أشبه بمشية الجمل. بالظبط كده، من ناحية واحدة. الحاجة اللي كمان ناس كتيرة ما بتاخدش بالها منها الوجع بالليل. في ناس كتيرة ما تاخدش بالها من الموضوع ده. وجع الليل ده خطير جدا. الوجع بتاع الصبح وانت شغال وبتاع وكلام زي كده ده ماشي، بيجي مع الغضروف أو بيجي مع الانزلاق الغضروف. إنما الوجع بالليل ده خطير جدا، لازم ناخد بالنا منه. وناس كتيرة ما بتبقاش حاطاه في دماغها، خصوصا لو هو معاه عرق مستمر، لأن ده هو ممكن يبقى مثلا سل اللي هو التيبي موجود في الفقرات، أو ممكن لا قدر الله يبقى ورم موجود في الفقرات. فالنكتورنال بين ده مهم جدا جدا. بيجي فين الألم؟ بيجي في الألم في الظهر، بس دايما يجي بالليل. طول ما أنا موجود الصبح أو أنا بشتغل أو بعمل مش حاسس بحاجة خالص، أو حتى لو أنا قاعد، إنما أجي بالليل يبدأ الوجع يزيد جدا. ده اسمه النكتورنال بون، ده حاجة من الريد فلاجز المهمة جدا، بس ناس كلها مش أورينتد بيه أو مش واخدة بالها منه. كمان الألم اللي ما بيتحسنش، أخد علاج، أخد مسكنات، أفضل حتى لدرجة إن أنا أخد أوبويدز ولا اللي هي الحاجات اللي هي المفروض إن هي مخدرة وحاجات زي كده، ومع ذلك برضو الألم ما بيستريحش. ساعتها ده من الريد فلاجز أو من الحاجات المهمة اللي تخليني أجري عشان أشوف دكتور متخصص في جراحة المخ والأعصاب. ليه الانزلاق الغضروفي بيحصل في عائلات؟ الأسباب، هل العامل الوراثي له دور؟ الحقيقة أسباب الغضروف ده هو، أول حاجة إن الغضروف ده هو بيفقد الحيوية بتاعته. هم طبعا عملوا دراسات كتيرة جدا عشان يعرفوا ليه الغضروف بيفقد الحيوية بتاعته. الحقيقة لقوا ريسك فاكتورز أو عوامل خطرة. زي ايه؟ في جينات فعلا، لقوا ان في عائلات بيجري فيها هذا الانزلاق الغضروف، بيبقى عندها ضعف او عندها القابليه ان هي يجي لها انزلاق غضروفي بسهوله. الحاجه الثانيه زي ما حضرتك تفضلت، الوظيفه. في ناس كتيره شغلتها شيل وحط. طول ما انا بشيل وبحط تمام، انا عرضه كبيره جدا لان يجي لي الانزلاق الغضروفي. عشان كده قلت لحضرتك مهم جدا مش انا بشيل قد ايه، قد ما مهم انا بشيل ازاي. لو حضرتك بصيت للصوره اللي موجوده دهيت، ادي صورتين، ده واحد بيشيل بالطريقه الصحيحه وده واحد بيشيل بالطريقه الخطا. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الاولاني دهوت اللي بيشيل بالطريقه الخطا تاني ظهره ومش تاني ركبته، فكده الحمل كله العضلات اللي شايله كلها هي العضلات بتاعه الظهر، فده الخطا، ده اللي بيخلينا عرضه للانزلاق الغضروفي. غير التاني ده اللي هو بيشيل بالطريقه صحيح، وده اللي بيعمله رفيع الاثقال. رفيع الاثقال بيشيله
يعني أثقال كبيرة جدا، ومع ذلك ما بيجيلهمش أي حاجة. ليه؟ عشان بيشيلوا كده، بيحمل على رجليه وبيحمل على الصاي أو بيحمل على الفخذ، ما بيحملش على ظهره خالص، شايف ظهره؟ ظهره مفرود ما انتناش خالص. فعشان اللي يشيل بالطريقة ده أو اللي هو مضطر إن هو يشيل، لأن ساعات كتيرة جدا تيجي تقول عامل أو حد وظيفته إن هو يشيل وحط، يقول لك والله مش هقدر يا دكتور، دي أكل عيش وأنا مش هقدر أسيب أكل عيش. عشان كده بقول له بعلمه الطريقة الصحيحة دهيت في الشيل. لو انت شلت بالطريقة الصحيحة اللي موجودة دهيت، ان شاء الله بإذن الله عمر ما هيجي لك موضوع الانزلاق الغضروفي. الحاجة المهمة جدا بقى من العوامل الخطرة، التدخين اللي الناس ما بتاخدش بالها منه. ناس كتيرة تقول لك لا، ايه علاقة التدخين بالظهر؟ انت كل حاجة تلزقوها للتدخين. التدخين بيأثر على كل حاجة بالظبط. الغضروف ده هو أكبر عضو في الجسم افاسكولارايز، يعني ما بيوصلوش بلاد سبلاي، ما بيوصلوش حاجه بتغذيه، ما بيوصلوش دم، بيوصله بسيط. بيتغذى ازاي؟ بيتغذى بحاجه اسمها الديفيوجن، عن طريق الفقره اللي فوق وعن طريق الفقره اللي تحت. بيوصله كده زي ما تقولوا ايه، بينشع بالظبط كده. هو بيتغذى على اللي فوق وعلى اللي تحته. طيب لما انا بدخن بيقل الاكسجين اللي واصل لكل جسم من ضمنهم الفقرات، فلما بيحصل كده بيقل الاكسجين بالتالي اللي واصل للغضروف، فبالتالي بيحصل ان هو بيفقد حيويته، فبيبقى عرضه جدا للانزلاق الغضروفي. عشان كده مهم جدا للمريض اللي هو بيجي له انزلاق غضروفي او اللي عرضه للانزلاق الغضروفي ان هو يبطل تدخين. من الحاجات برضو كمان السواقه لفترات طويله، دي مهمه قوي. السواقه لفترات طويله دهيت بتجيب غضاريف كتيره جدا. طب في ناس مضطره تسوق لفترات طويله. بالظبط، دايما بقى بنقول لهم لو انت مضطر ان انت تسوق لفتره طويله لازم تقعد القعده الصح. القعده الصح ده زي ما حضرتك قاعد وانا قاعد كده، قاعدين زاويه قائمه. احنا كده محملين على المفصل بتاع الفخذ، مش محملين على المفصل بتاع الفقرات. بجانب ان احنا كل نص ساعه نقدر نركن على جنب، نقف دقيقه واحده وبعد كده نكمل سواقتين. كده انا غيرت الوضع بتاعي، وكل ما بغير الوضع بتاعي كل تلت ساعه او نص ساعه انا كده بقلل الضغط اللي موجود على الفقرات. فكده نقدر نمارس اللي احنا مضطرين ان احنا نمارسه من غير نبقى عرضه ان احنا يجي لنا انزلاق غضروفي. اشخص ازاي؟ كويس، موضوع التشخيص ده هو بقى اول حاجه مش لازم خالص ان انا ابص في الاشعه اول حاجه، لان معظم الدكاتره او دكاتره كتيره جدا اول ما يجي لها دكتور، اول ما يجي لها مريض ويجي يقول لها اول حاجه يبصوا فيها الغضروف. انا الحقيقه اتعلمت الموضوع ده هو من دكتور اسمه الدكتور ممدوح سلام، ده بايونير جدا في جراحه المخ والاعصاب، اول نائب جراحه مخ واعصاب تقريبا في مصر، كان نائب سنه 58. هو حكى لي قصه الحقيقه من القصه دهيت انا لحد دلوقتي عمري ما ابص في الاشعه الأول. لازم اخد هيستوري كويس، لازم اخد تاريخ مرضي كويس، كل كلمه بيقولها المريض لازم اركز فيها جدا. القصه بقى ايه؟ قال لي والله انا كنت وهو صغير، يعني كان في باب الحديد اللي هو رمسيس، راح يشوف مريض، شاف المريض وشخصه. زمان طبعا ما كانش فيه ولا اشعه مقطعيه ولا رنين ولا الحاجات دي خالص، فكانوا بيشخصوا تشخيص اكلينيكي، فشخص المريض ده هو على انه عنده نزيف في المخ، والنزيف ده هو محتاج عمليه. وراح خلاص وهو ماشي خلاص يعني يحجز له في العمليات، سمع والدته بالبلد كده بتولول عليه، فبتقول يا ابني يا اللي ما بيطبلكش جرح. فوقف ورجع لها تاني، قال لها يعني ايه ابني ما بيطبلش جرح؟ ابني ما بيطبلش جرح ازاي؟ قالت له دايما لما ينجرح يقعد بالثلاث والاربع ايام الجرح يفضل يجيب نزيف. بينزف على طول. ساعتها عرف ان ممكن يكون عنده مرض وراثي عامل له سيوله في الدم. فبيقول لي ساعتها سحبنا له البتاع ده، وطبعا كنت انت عشان تعمل التحاليل بتاعه السيوله دي، الموضوع ده في الستينات او حاجات زي كده، كان الموضوع صعب جدا. كان بيقول لي كان في مركز واحد بس في جمهوريه مصر العربيه اللي بيعمل الكلام ده، بعتنا له فعمل التحليل، ففعلا طلع عنده مرض وراثي محتاج ان احنا نصلح الدم الاول قبل ما ندخل نعمل العمليه. ممكن يكون بربرة ولا حاجه. بالظبط. شوف حضرتك الكلمه اللي سمعها ده هو الدكتور هي اللي غيرت مسار الموضوع كله. كانوا هيدخلوه عمليات وتيجوا طبعا يفاجئهم ان هو عنده نزيف جامد جدا جوه العمليات وتبقى مصيبه. انما من مجرد الكلمه اللي هو سمعها، وده معناه ان الدكتور لازم يبقى جود اوبزرفر، لازم يبقى بيسمع كويس كل كلمة المريض بيقولها، هو بيركز فيها وبناء عليها بياخد عليها القرار. دايما أنا ليا جملة في حكاية لازم الطبيب يكون هاوي طب قبل ما يكون محترف.
يعني قبل ما يعني ايه في الهاوي ومحترف دي دايما بتتقال على الفروع او على الحياه اللي يقول لك ايه ده انت انا بحب الشغلانه بالظبط يعني بيحب الشغلانه لا الدكتور لازم يكون بيحبها يسمع. هو لازم يكون بيحب شغلانه الطب بالظبط بيحب يسمع بقى اللي ما بيحبش شغلانه الطب ما يشتغلش دكتور بالظبط انا دايما يدخل عليا المريض اول ما يجي تلاقيه مطلع الاشعه على طول وبيديها لك لا مش عايز كده اقول له الاول سيبك من الاشعه دي خالص واحكي لي ايه المشكله والمشكله بدات من امتى وايه اللي انت فاول حاجه التاريخ المرضي بعد كده بعد التاريخ المرضي بنبدا نفحص المريض والفحص ده برضه مهم جدا لا يقل اهميه عن التاريخ المرضي بعد كده اخر حاجه ببدا اعمل للعيان الفحوصات اللي هو محتاجها او اللي كان معاه ابدا ابص فيها انما لو انا بصيت للاشاعات الاول هتتجه دماغي كلها وتفكيري في الاشاعات فمش هدور على المريض كله كبني آدم أنا هدور على تخصصي بس مع حضرتك هو زي ما أنت بتقول ممكن يكون عنده مرض وراثي ممكن يكون عنده سيولة في الدم أبقى عارف إن أنا لما أجي أدخل عملياتي يبقى عنده هو سيولة في الدم فأنا بفكر في المريض كله بني آدم متكامل مش بس جراحة أعصاب أو بس جراحة العمود الفقري لا أنا بفكر في البني آدم كله على بعضه وده أهم حاجة في تشخيص العلاج بل لما ببدأ بقى أبص للأشعة بنبدأ نشوف المنظر اللي حضرتك بصص عليه ده أنا عايز أقول لحضرتك لو إحنا شايفين كده خلينا شبه كده أدي فقرة وأدي فقرة اللي ما بينهم الأسود ده هو ده الغضروف أنت شايف حضرتك الغضروف خرج من مكانه وضغط انفجر. على الأبيض اللي انفجر ده بيسموه الانزلاق الغضروف لو أنت بصيت فوق الحتة الكورة الكبيرة دي كمان هتلاقي فيه غضروف تاني كمان أنا أقدر عن طريق فحص المريض والكلام معاه اقدر اعرف هو الغضروف ده اللي عامل الاعراض ولا الغضروف ده اللي عامل الاعراض وتحتيه بالظبط يعني انا عندي دلوقتي ثلاث غضاريف اقدر اعرف اني الغضروف اللي عامل الاعراض اللي بيشتكي منها المريض وبناء عليها ابدا اعالج ده لانه ممكن يكون عنده ده وده وده وما بيشتكيش غير من ده انت فاهمني فانا لازم اركز كويس جدا مع كل كلمه بيقولها المريض وبناء عليه ابدا اتصرف او ابدا اخد العلاج المناسب بالمناسبة دي برضو أنا جالي قبل كده طيار كان متقاعد كنت أنا لسه صغير شوية وموجود في مستشفى أحد المستشفيات والمفروض إن هو هيقوم الصبح يعمل عملية فأنا داخل عليه باخد التاريخ المرضي فهو بسمع منه الشكوى المرضية لقيتها خالص ما تتناسبش مع اللي هو جاي عشان يعمله هو كان عنده تزحلق فقاري ما بين الفقرة الرابعة والخامسة وهو بيشتكي من حاجة تانية خالص فحصته لقيت عنده ان الانعكاسات العصبيه زايده جدا مع ان المفروض اللي موجود عنده التزحلق الفقاري بتبقى الانعكاسات العصبيه هايبرفليكس ساعتها شكيت بشوف الاحساس بتاعه لقيت الاحساس من تحت لحد السره مش حاسس بيهم كويس معنى كده ان هو عنده سنسوري ليفل عند دي 10 وفي كومبريشن على الاكسر على البيراميدال ساعتها فكرت ده لازم يكون الموضوع اللي هو بيشتكي منه مش الفقرة الرابعة والخامسة ده الفقرات الصدرية اللي فوق خالص ساعتها نزلته يعمل أشعة رنين مغناطيسي الساعة 4 بالليل 4 الفجر ممكن تلاقي ورم لقينا عنده غضروف بس غضروف كبير جدا بس موجود في الفقرات الصدرية هو اللي عامل المشكلة وهو اللي بيشتكي منه المريض وهو كان داخل يعمل الفقرة الرابعة والخامسة ساعتها شرحت له الموضوع وقلت له كذا 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 انا مش عايز اقول لحضرتك احنا تاني يوم دخلنا العملية والحمد لله طلع كويس على فكرة انزلاق غضروف في الفقرات الصدرية او في الغضروف الصدرية اعتقد نادر جدا وهو كان عنده اللي هو النادر ده هو على فكرة قال لي انا بقالي 8 سنين بتعالج على اني عندي تزحلق فقاري ورحت لاساتذة كبيرة جدا مفيش ولا واحد يعني فحصه كويس انت فاهم فوصله للتشخيص ده بعد ما عملنا الموضوع ده هو انا مش عايز اقول لك المريض ده هو كان كل عيد يكلمني يشكرني على الموضوع ده عشان انا عارف انت وجود حالتين او سببين عامل زي بالظبط زي ما يكون وجود للصين او مجرمين في نفس مسرح الجريمه بس منهم مجرم بالزبط. دخل زي ما تقول ايه سرق له فازه وطلع المجرم الثاني والمجرم الرئيسي هو اللي دخل وقتل وقطع وعمل وولع في البيت وطلع بالزبط. انت شفت في الكاميرا المجرم الاولاني فاعتقدت ان هو المجرم الاولاني اللي هو التزحلق الفقاري اللي دقق بعد كده هيكتشف انه مش المجرم خلص. الرئيسي والاولاني رغم انه مجرم وهو التزحلق الفقاري مجرم لكن المجرم الرئيسي هو المجرم الثاني اللي ده. ولذلك دايما اقول في الطب دايما في كل حاجه في الطب
قد يأتي للمريض مجرمين، يعني اتنين مرض في نفس التوقيت، واحد منهم يبقى مأثر تأثير بسيط والتاني هو صاحب الجريمة الأصلي والتأثير الأكبر. عينك دايما على صاحب الجريمة الأكبر، وده مش هيجي إلا بسماع المريض كويس. هي اللي لفت انتباهي شكوته، يعني الشكوى بتاعته كانت مختلفة خالص عن الشكوى بتاعة التزحلق الفقار، فعشان كده بدأت إن أنا أدقق وأعرف الموضوع. فمهم جدا جدا سماع المريض، أهم حاجة سماع المريض بشكل صحيح. إمتى المريض بالفعل يحتاج إلى عملية؟ إحنا قلنا في بداية كلامنا إنه قد العلاج يكون مجرد علاج راحة، استريح، ياخد دواء، بسط عضلات. صحيح. لكن إمتى قرر العملية؟ طيب، خلينا أقول لحضرتك إن علاج الانزلاق الغضروفي ده هو بينقسم، خلينا نقول، لثلاث أقسام. القسم الأولاني هو العلاج بالأدوية والعلاج الطبيعي. القسم الثاني حاجة اسمها علاج الألم فقط. القسم الثالث هو الجرح. خلينا أقول لك إن أي مريض بيعاني من انزلاق غضروفي لازم يبدأ الأول بالعلاج الدوائي، لأن أغلب الناس بتستجيب على العلاج الدوائي من 5 لـ 8 أسابيع. كل الناس المفروض إن هي تبدأ على العلاج الدوائي. والله جاب نتيجة، تمام، ما جابش نتيجة نبدأ نتدخل في حاجات تانية. إمتى نلجأ للجراحة؟ الوحيد اللي على طول لازم نبدأ للجراحة من غير ما نعدي على العلاج الدوائي أو نعدي على علاج الألم، هو اللي عنده ضعف، بدأ يحصل له ضعف في الرجلين، أو بدأ يحصل له احتباس بولي، أو بدأ زي ما قلت لحضرتك يحصل له الريت فلاجز أو الحاجات اللي مهمة أو الحاجات الخطر. ده الوحيد اللي ما خلهوش يعدي على العلاج الدوائي. طيب والله العلاج الدوائي جاب نتيجة، تمام، واغلب الناس فعلا بتستجيب على العلاج الدوائي وبيبقوا كويسين وزي الفل. بعد كده لو ما جاش العلاج الدوائي ببدأ اتجه لموضوع علاج الألم ده لو ما فيش غضروف كبير. احنا دايما بنقسم الغضروف بسيط ومتوسط وكبير. الغضروف البسيط او الغضروف المتوسط ممكن نعالجه بالعلاج الدوائي او علاج الألم. علاج الألم ده هو عبارة عن اما حق او اما موضوع التردد الحراري. التردد الحراري ده هو تخلينا بسطه لحضرتك لعشان انا احس بالم وحضرتك تحس بالم، في عصب اسمه العصب الحس. العصب ده هو بياخد الاشارات من المكان اللي بيوجعك يوصله للمخ، تقوم حضرتك تحس بالالم. احنا بنسلط الموجات بتاع التردد على العصب ده، نعطله، نخليه ما يوصلش الاشارات، تقوم حضرتك ما تحسش بالايه، بالالم. طب مين بقى اللي ينفع له الموضوع ده؟ يعني مين اللي ينفع له موضوع التردد الحراري ومين اللي لازم يدخل العمليه؟ لو الغضروف بسيط او متوسط ممكن نلجا للتردد الحراري، او واحد ما ينفعش ان احنا نعمل له عمليه زي ما شرحت لحضرتك كده، واحد عنده قلب، واحد عنده ماشي على ادويه سيوله ما ينفعش يوقفها، واحد خطر جدا التخدير بالنسبه له، ساعتها بنعمل له علاج الالم عموما عشان مش قادرين ان احنا ندخله عمليه. إنما طبعا اللي موجود عنده بدأ يحصل له ضعف في الرجلين أو احتباس بولي أو الحاجات اللي احنا قلناها الريد فلاجز دهيت أو العلامات الخطرة، بنبدأ نعمل له جراحة. في حاجات كمان بقى بالنسبة زي مثلا شفط الغضروف أو تبخير الغضروف. شفط الغضروف أو تبخير الغضروف ده هو ممكن نعملهم فعلا، بس بشرط. احنا عندنا الغضروف ده هو بيتكون من حاجتين، مادة زي العجين كده ومادة تانية صلبة. طول ما المادة الصلبة ده هي سليمة أقدر أعمل للعيان شفط أو أقدر للعيان تبخير. طول ما المادة دي اتقطعت لا يمكن العيان يستجيب للشفط أو للتبخير. فعشان كده الكلمة الأساسية إن المادة الصلبة ده هي سليمة ولا مش سليمة. وطبعا في حالة الغضروف الكبير لا يمكن تكون سليمة، هي دايما بتبقى سليمة في حالة الغضروف البسيط أو بالكتير الغضروف المتوسط، إنما الغضروف الكبير لا طبعا ما بتبقاش سليمة. طب لو حطينا 3 أنواع من التدخلات الجراحية، انتقل للتدخل الجراحي، في عملية بالميكروسكوب، في تدخل بالمنظار، وفي جراحة تقليدية اللي هي الأوبن مش بالميكروسكوب واكيد مش بالمنظار، ده انا بدخل افتح. ايه الافضليه بتاعت كل نوع من الجراحه؟ كويس جدا. انا عشان اجاوب لحضرتك على السؤال ده هو محتاج بس نشوف صوره كده. الصوره ده هي بتبين لنا الصوره اللي موجوده دي.
زي ما حضرتك شايف كده، ده الغضروف اهو، وده ايه الاماكن اللي بيطلع منها الغضروف. يعني الحته الاولانيه اللي هي لونها لبني دي، ده اول مكان ممكن يطلع منه الغضروف، ده بيسموه سنترال او مركزي. المكان اللي جنبه على طول ممكن يطلع غضروف تاني، المكان اللي جنبه على طول ممكن يطلع غضروف تالت، المكان اللي فوق خالص الابيض دوت. تفتكر حضرتك كل دول غضروف واحد؟ لا. او كل دول يتم التعامل معاهم بنفس الطريقه؟ هي دي الفكره، عشان كده جبت الصوره دي. حلوه قوي الصوره. اه بالظبط، مش كل الغضاريف دي زي بعضها. هو دايما المريض يقول لك انا عندي غضروف، بس هو طبعا عشان الحاجات دي فنيه قوي فهو ما يعرفش اي نوع من الغضروف. عشان كده لازم نسيب الجراح هو اللي يختار لنا نوع الجراحه المناسبه، لان مش كل جراحه تنفع لكل غضروف. يعني انا عندي غضروف ينفع لي مثلا الجراحه بالميكروسكوب، بس ما ينفعليش الجراحه بالمنظار، او العكس ممكن ينفع لي لازم جراحه تقليديه ما ينفعليش ولا الجراحه بالمنظار ولا الجراحه بالميكروسكوب. بناء على ايه؟ بناء زي ما انا وريت لحضرتك كده، على حسب الغضروف ده هو اتخرج ازاي وضاغط على العصب او الحبل الشوكي ازاي. فدايما يجي المريض يقول للدكتور يا دكتور انا عايز اعمل جراحه بالمنظار، ده غلط جدا. يا دكتور انا عايز اعمل جراحه بالميكروسكوب، ده غلط جدا. يا دكتور انا عايز اعمل جراحه عاديه. يا دكتور انا عايز اعمل تثبيت للفقرات. لا يمكن، الدكتور هو اللي لازم يختار نوع الجراحه بناء على التشخيص بتاعه وبناء على الغضروف ده هو طالع في اي اتجاه من الاتجاهات ده. كل حاجه، كل غضروف طالع من اتجاه معين بيحتاج جراحه معينه، واللي ينفع لده ما ينفعش لده ما ينفعش لده. وده اللي دايما عشان كده بنقول احسن جراحه سواء بالميكروسكوب ولا من المنظار ولا التقليديه اللي يختارها الدكتور، مش اللي يختارها المريض، لان المريض مش فاهم، المريض مش عارف هو ايه اللي ينفع. انما الدكتور طبعا هو اللي بيختار نوع الجراحه المناسبه، لان اهم حاجه طبعا بالنسبه للدكتور ان انا اطلع المريض ده هو ما بيشتكيش، مش ان انا ادخله عمليه ويطلع في الاخر برضه بيشتكي عشان عملها بالمنظار او عملها بالميكروسكوب وهو ما كانش محتاج الاثنين دهومت، ومحتاج مثلا جراحه تانية او محتاج تثبيت فقرات. فدايما القرار ده هو قرار الجراح مش قرار المريض. ايه الجديد في عالم جراحات الاعمال؟ الجديد كتير قوي. اجدد الجديد. اجدد الجديد الاي، احلى جديد الاي اي، الذكاء الاصطناعي. الحقيقه الذكاء الاصطناعي دخل دلوقتي وبدا ظهر حاجه ممتازه جدا اسمها الروبوتك سيرجري، الجراحه الاليه للعمود الفقري. دي حاجه الحقيقه بدات تظهر دلوقتي وجايبه نتائج ممتازه. في جراحات كتيرة في الطب على فكرة، مش بس في ده في جراحات كتير. في المسالك موجود بقوة بالظبط. هو طبعا جراحات الريبوت دهوت او الروبوتك سيرجري دهوت، في بعض الناس بتفتكر ان الريبوت هو اللي بيقوم بالجراحة او الانسان الالي هو اللي بيقوم بالجراحة. لا طبعا، احنا عندنا ثلاث انواع من الريبوت سيرجري. في فعلا واحد الدكتور بيرسم له الخطة وبعد كده هو اللي بيقوم بالجراحة، وده مش عندنا في جراحة العمود الفقري. وفي واحد تاني الجراح الريبوت هو اللي ماسك الآلة لكن الدكتور هو اللي بيتحكم في الآلة، وده برضو مش موجودة في جراحة العمود الفقري. وآخر حاجة بقى حاجة اسمها شيرد كنترول سيستم. يعني ايه؟ يعني الجراح هو اللي بيقوم بالجراحة بس الريبوت هو المساعد بتاعه، هو المساعد بتاع الجراح. وده النوع الشائع في العمود الفقري. زي ما حضرتك شايف الفيديو ده هوت، احنا عندنا الريبوت سيرجري ده هو بيبقى ليه ارم او ليه ذراع. الذراع ده هو ده الاسيست، هو ده اللي بيساعد الجراح في الموضوع، بيخليه بمنتهى الدقه يقدر اذا كان مثلا بيحط مسمار او بيشيل غضروف او حاجه زي كده يحدد المكان بالظبط. احنا عندنا دايما لما بنيجي مثلا نركب مسمار نعمل تثبيت للفقرات دايما بنستخدم جهاز كده اسمه جهاز السي ارم. الجهاز ده هو بيصور اي بي اللي هو من فوق من أنتروبسير. وفي جهاز تاني من الامام للخلف. وفي حاجه تانيه جانبي. فبيدينا 2 دي اللي هو 2 دايمنشن، يعني محتويين بس. لا، الجهاز ده هو متوصل بكاميرا، الكاميرا ده هي بتدينا 3 دي، يعني بتدينا 3 اتجاهات كل الاتجاهات. وانا اقدر قبل ما احط المسمار نفسه اقدر اشوف المسمار داخل ازاي جوه الفقره قبل ما احطه. انا خلي بالك لما باجي بصور في العادي بصور وانا بحط المسمار، انا بالفعل حطيت المسمار وبعدين اصور. لا، ده انا بقدر اشوف المسمار مكانه فين بالظبط قبل ما احطه في الاول. مش بس كده،
ده بيحدد لي كمان نوع المسمار، الديامتر بتاع المسمار، المسمار ده هو عرضه قد ايه، المسمار ده هو طوله قد ايه، كل ده عن طريق الروبوتك سيرجري ده. وبيجي هو بالروبوتك ارم بيحط المكان، بيحدد لي المكان اللي انا ادخله بالظبط. فلما باجي بفتح، طبعا انا بفتح فتحه صغيره جدا على قد المكان اللي انا داخله، وبعدين انا اللي بحط بقى المسمار وابدا احطه. بيديني كمان الارم لو انا قربت من حاجه او قربت من شريان او قربت من كذا، تحذير، بيديني تحذير، بيقول لي خلي بالك ده انت قريب من كذا وقريب بشكل كذا وبتعمل بشكل كذا. ده اول ميزه. فطبعا الاكيروسي بتاعته او كميه الدقه بتاعته وصلت في بعض الدراسات ل 98.5%، وصلوا كمان في دراسات ل 100% اكيروسي او 100% دقه. بس كده لا، ده كمان ما بيعرضنيش لاي اشعاع، سواء انا كطبيب او انا لمريض. احنا دايما لما بندخل بنستخدم زي ما قلت لحضرتك جهاز السي ار، فده اشعاع اكس راي زي كل الاشعاعات العاديه اللي بنستخدم. كل لما باجي بحط مسمار انا بصور، فباخد اشعاع سواء انا كدكتور او المريض. لا، ده ما بيخلينيش اخد غير لقطه واحده بس في الاول، اعمل حاجه فيها اسمها ريجستريشن، ان انا بس بحدد اماكن معينه يعمل فيها تسجيل. بعد التسجيل ده لقطه واحده، بعد اللقطه دي ما باخدش اي نوع من انواع الاشعاع. يبقى انا كده ما عرضتش نفسي كستاف او كدكتور او تمريض او الدكتور التخدير فريق الطب كله، او العيان نفسه او المريض نفسه ما بيتعرضش لاي نوع من انواع الاشعاع. ده يمكننا من حاجات كتير. ساعات كتيره بيبقى ناس انا شفتها دي شخصيا، تبقى واحده حامل ولا قدر الله عملت حادثه او عندها كسر في الفقرات، طب احنا هنعمل ايه؟ لو جينا صورنا بالاشعه العاديه احنا كده بنعرضها لاشعه وفي خطوره جدا على الجنين. وفي نفس الوقت لازم نصور الموضوع ده هو عشان نعرف الاماكن الصحيحه للمسمار. فده هيحللنا المشكله دي خالص، مش هيخلينا نتعرض لاشعاع. لقوا ان نسبه التعرض لاشعاع اقل 30 مره من العادي. ده كمان ان هو لما كانوا بيحسبوا كل مسمار، المسمار ده بياخد تقريبا 77 ثانيه اشعاع، لقوه ان هو بيقل ل 34 ثانيه بس اشعاع عن طريق موضوع الروبوتك سيرج. يعني دي طبعا الاي اي ده المستقبل. انا كمان شايف ان بعد مثلا من دلوقتي 5-6 سنين هتبقى كل الناس شغال عن طريق الروبوتك سيرش. لا يمكن حد مش هيبقى بيشتغل بالذكاء الاصطناعي، والموضوع ده هو بيتطور بشكل مخيف او بشكل يعني كبير جدا. احنا ما يعني اقصى حاجه، انا وانا كنت طالب كنت اقصى حاجه يعني اتمناها ان انا يبقى معايا موبايل معاه في نت وانا موجود في مكان في نت. لا دلوقتي شوف حضرتك في خلال الفترة القليلة اللي فاتت سواء 10 سنين او 15 سنة الدنيا تقدمت ازاي. انت اسعدتني بهذا الحوار الرائع جدا. الله يخليك. وبالاحدث في عالم مثير للغاية، عالم جراحات المخ والاعصاب، دائما الاحدث له قيمة كبيرة جدا. دائما الدقة في التشخيص لها قيمة كبيرة، الدقة في الاختيار، الوعي الكامل باحتياجات المريض، الوعي الكامل بالفاريتيز الموجودة عندي في المنيو، في زي ما بيقولوا القائمة المتاحة، أنا متاح لي إيه؟ وكلما كان التدخل أكثر تحديدا محدودا يعني ليميتد، كلما كان أفضل للمريض بالتأكيد. ضيفي العزيز القيمة العلمية القديرة والاسم اللامع الأستاذ الدكتور محمد عبد الله الدسوقي، استشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، دكتوراه جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري. نورت الناس الحلوة وأسعدتنا بحوار دائما فيه دسامة كبيرة جدا، وامتلكت فيه الكثير من النقاط الواضحة في عالم وعالم له جوانبه الإنسانية المهمة جدا، عالم الانزلاقات الغضروفية والمخ والأعصاب. نورتنا يا دكتور. أنا حضرتك اتشرفت جدا باللقاء ده مع حضرتك، وحضرتك أسعدتني. أشكرك شكرا جزيلا. خليكم دايما مع ناس حلوة.